الزاويه هذه كره افضل يعني شكل المباراه احلى. المزيد من العمل وضغط المباريات، سنشاهد على ان المستوى الفني تعودنا على لقاءات التي تجمع ما بين الاتحاد والكراوة ان الاهداف حاضرة في كل مناسبة. تعادلا في مباريات في الدفاعي في ظل اغلاق يعني الدفاع
جيدا امام لاعبي الكرامه والارتدادات. الاتحاد يعني يقول بالطريقه الجيده طبعا هذه ايضا وهذا مشهد الاولى كما ذكرنا المرحله الثالثه سواد ابراهيم ايضا مبعد من الدفاع ايمن تعد ايمن لمحاولة جديدة لفريق الاتحاد لكن ايضا لفريقهم طبعا نقول له سلامات لكل اللاعبين المشاركين. تعود الكرة لمصلحة فريق الكرامة في منتصف الميدان لمصلحة احمد علي احمد يعود ايضا سيوفي الكرة فريق الاتحاد الى داخل منطقة الجزاء وهنا الالتقاء لكن فريق الكرة الكرامة السابق جزاء فريق الكرامة تعود الكرة إلى محطة مقطوعة عمر حسام حيث اليمين أيضا الكرة إلى محطة فريق الاتحاد وضرب ركني إياد ناصر في دمشق وإلى اللقاء.